فيصل حياك الله. الله يبقيك. تطلع معي انت الان وعندك ما شاء الله خروج 12 ساعه، وقبل ما تطلع لازم نسالك ونشوف اذا انتهت البقره دربك خضر. طيب الان قدامك المسارات، عندك مدري ونص ونص ونبي السلامه. نص ونص. نص ونص. والسؤال يقول، ركز معي وحاول ما اعيد لان السؤال ترى ماشي الوقت، لماذا سميت تهامه بهذا الاسم؟ لارتفاعها الشديد، للبرد الشديد، لشده حرها. لشده حرها. لشده حرها. يا اخي انت من اهل الجنوب صح؟ حر. تعرف انت الديار صح ولا لا؟ اجابه صحيحه، يا سلام عليك. اذا لشده حرها نص ونص، ونشوف شو يطلع لك في ال 200 خبيئه ام 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 درجه. يلا. اذا خبيئه لحبيبنا فيصل الحازب، ونشوف راعي الشاهي والعلوم الزينه. انت حظك، انت حظك يا منافس، شد حيلك ابذل المجهود كله، ابتدت ساعة خبايا. انت حظك، انت حظك. خلينا نشوف ايش يطلع لك. فيصل الحازب اتصال يمنح المسابقة الف اقسم على الوقت. اوف اوف اوف. كم؟ اوف اقسم على المسابقة. سابقين كلهم. الو الو، السلام عليكم. كلكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رحاب حياك الله يا رحاب، من وين تكلمينا يا رحاب؟ من الرياض. من الرياض يا رحاب، متابعة لفقرة خبايا؟ جدا. شكرا لك، وان شاء الله انها معجبتك، وان شاء الله انها تمام. جدا شكرا 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 شكرا. طيب يا رحاب، عن اتصال امنحي المتسابق ألف اللي قدامنا، عرفتي؟ تمام. دقيقة، وعندك اخصمي على متسابقين 1500، اول متسابق تخصمين عليه 1500 من هو؟ سالم جداع. سالم جداع الخصم 1500. دقيقه يا رحاب، صلي على النبي، مالك اي كلام. عندنا رحاب هي المتصله. رحاب 1500 الاولى على سالم جداع، وال1500 الثانيه على من؟ ايوه على من؟ ايش منحبين اعطينا؟ لا لا لا، خصم ثاني 1500 ثاني على متسابق. ناصر البريك. ناصر البريك وسالم. عزيز اذا رحاب شكرا لك. رحاب وش حاب تقول رحاب يا ناصر؟ دي درام 100 مره ثانيه. سالم ايش داعش تقول رحاب؟ راشد فمس. والله تكلم. ظهر ظهر عادي تكلم. الله يسد فمها. اذا حبيبنا يكتسب 1000 ويمنح خصميه عباره عن مسار لناصر ابريك وسالم ايش داعش 1500 1500. طيب اعطونا القرعه، باقي احد؟ باقي